السلام عليكم يا إخوة، شوفوا هذه غرفة على الواتساب لمخانيث الأشاعرة. ماذا يقول؟ يرضع الطفل من أمه حتى يشبع، ويسبب لها القلق حتى يكبر، وعندما يصبح رجلا يضع ساقا على ساق في مقاهي المثقفين ليقول إن المرأة بنصف عقل. إلى حد هنا كلامه منطقي وصحيح ولا غبار عليه، يعني كلام لا يجوز في حق المرأة أن نقول أن المرأة بنصف عقل، لأنه لم يثبت لا من كلام الله لا من كلام رسوله لا من كلام العلماء أن المرأة بنصف عقل. وإلى حد الآن كلامه صحيح ورده في محله، لكن هو هدفه ماذا؟ الطعن في السنة والطعن في حديث في أعلى درجات الصحة في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري. ماذا قال؟ هل سألت نفسك عقلك الكامل كيف اكتمل؟ أليس من غذاء صاحبة العقل الناقص؟ شفت هنا جاء بنص الحديث ولم يقل بصاحبة النصف عقل. لو قال له هل سألت نفسك عقلك الكامل كيف اكتمل؟ أليس من غذاء صاحبة النصف عقل؟ لكان كلامه صحيح ولا قلنا له بارك الله فيك على هذا الرد الجيد. لكن هو استعمل في أو يعني في الشق الأول نصف عقل. لماذا؟ ليطعن في الحديث. لماذا لم يقل يعني لأنه لو قال ليقول إن المرأة ناقص عقل لرد عليه الكل، يقول هو أنت يا أخي يا عبد الله هذا راه حديث الرسول كيف تطعن فيه؟ والذي يقول أن المرأة ناقص عقل يعني هذا صحيح ليس طعن يعني في المرأة، وإلا سنتهم الرسول بأنه يطعن في المرأة. لهذا هو ماذا قال في الأول؟ قال نصف عقل، يعني نصف عقل ليش؟ كي يمرر طعنها في الحديث. فماذا رددت عليه أنا؟ اسمعوا، أولا كلامك هذا خطأ يا عبد الله. ليش؟ لأنك تدس السم في العسل. والله لو قلت يعني قال أنها أن يعني أن المرأة بنصف عقل لكان كلامك صحيح يعني في الحالة دي، لكنك أنت يعني ماذا أردت؟ أردت أن تطعن في حديث النبي وهو صحيح، فقلت في الأول وعندما يصبح رجلا يضع ساق على ساق في مقاهي المثقفين ليقول إن المرأة بنصف عقل، وبعدها هل سألت نفسك عقلك الكامل كيف اكتمل؟ أليس من غذاء صاحبة العقل الناقص؟ لماذا لم تقل أليس من صاحبة النصف عقل؟ لو كان كلامك يعني سؤالك هذا، هل سألت نفسك عقلك الكامل كيف اكتمل؟ أليس من غذاء صاحبة نصف العقل؟ لكان كلامك صحيح ولكان ردك في محله، لأنه لم يثبت أن المرأة عندها نصف عقل، عقلها نقص، وهذا لا يعني أنها يعني نصف عقل، والنقصان ليس النصف. وهذا حديث صحيح، أنت أردت أن تطعن في حديث النبي لكن بطريقة ملتوية لتلبس على الناس، فاتق الله يعني ولا يعني ولا تطعن في السنة لتبرر يعني أفعالك الشنيعة وعقيدتك يعني المنحلة المختلة. شفت يعني كيفاش سبحان الله، يعني كيف يطعن الأشاعرة في السنة بطريقة ملتوية بطريقة خبيثة مثل عقيدتهم الخبيثة.